مرحبا بكم. عالم الحيوانات مليء بالأحداث الطريفة الغريبة والمدهشة أيضا، وفي هذه الحلقة سنعرض لكم بعضا منها. سلام من الله عليكم متابعي قناتها هل تعلم؟ لم يتحمل السقف وزن أفراد هذه الأسرة. تحرص هذه الطيور على ممارسة الرياضة مع مدرب خاص. كنا نعتقد أن السناجب ماهرة في تسلق الأشجار فقط. قليلون يملكون الشجاعة لإطعام تمساح بهذه الطريقة. ليس أطفال البشر لوحدهم يحبون اللعب بالسيارات. لم تتردد الأم في حماية صغارها رغم أن العدو مرعب. وكأن التيس لديه مشكلة شخصية مع هذا الرجل. الاقتراب من هذه الطيور الجارحة أيضا ليس قرارا حكيما. تلك النطحة قد تكسر عظامه. النمر الجائع لا يستطيع الوصول لتلك الوجبة. لن ترغب بفتح الباب إذا طرقه حصان بهذه الطريقة. رفض القرد الموزة الفاسدة. تلقى آكل النمل ضربة من الحصان، فقرر استعراض قوته أمام الكلب. من سيفوز بهذه المعركة حسب رأيكم؟ شاركونا بتعليقاتكم. تم إنقاذ فرخ البط قبل أن يتم ابتلاعه. يبدو الفيل الصغير سعيداً برفقة الفتاة. لقد حصل على تسريحة جميلة.
بالغ وحيد القرن في تقدير قوته فتلقى درسا قاسيا. تحمل دب الباندا إزعاج الطاووس كثيرا، لكن صبره نفذ. عليهما تجاهل بعضهما البعض فقط. سيندم على اقتحام منطقة الغوريلا. تم إنقاذ الفهد من الغرق بنجاح. كانت تلك أثمن وجبة تتناولها النعامة. وهذا شيء آخر قد ترغب برؤيته في حديقة منزلك. إنه آخر شيء قد ترغب برؤيته من خلال الكاميرا الخلفية للسيارة. لا يتردد وحيد القرن في استعراض قوته أمام الضيوف. لن يمر أحد من هنا قبل أن يسمح الفيل بذلك. يبدو القرد سعيداً بالتقاط هذه الصورة. لا أحد ينجو من بين فك ذلك القرش الضخم. لن تستطيع الفتاة تسجيل مقطع الفيديو في هذا المكان. حتى السلاحف لا ترحب بالدخلاء في منطقتها. راوغ الأرنب كثيرا، لكن الصقر أمسك به في النهاية. نتساءل ما إذا كان الغواصون يعرفون بأن التماسيح تعيش في المنطقة قبل غوصهم. Thank you.
الفحص الدوري، التغذية السليمة، والمساحة الكافية للركض، كلها عوامل تسمح بالحفاظ على صحة الحصان ووقايته من الأمراض، وإهمال أحد تلك العوامل قد يؤدي لنهاية مأساوية. عندما تركض ثيران البايسون فعليك الابتعاد من أمامها. نأمل أن سيارتهم كانت سريعة بما يكفي للهروب من ذلك الثور. كان صاحب المنزل مستعدا لإطعام هذا العدد الكبير من الضيوف. من النادر أن تهاجم الدببة البشر، لكنها لا تحب تواجد الدخلاء في منطقتها أو بالقرب من صغارها. إذا وجدت نفسك في موقف مماثل فعليك التزام الهدوء. لا ينصح الخبراء بالركض لأن سرعة الدب قد تفوق 50 كيلومترا في الساعة. يتمتع غرير العسل بشجاعة لا مثيل لها. إنه يواجه خصوما أكبر منه ويفوقونه عددا أيضا. كاد أن ينال من الدجاجة لولا تدخل الديك. ستعرفون قريبا ما يخيف هذه الأبقار. إنه أسد جائع. اعتقدت الأفعى أن إدخال رأسها داخل قوقعة السلحفات سيساعد على افتراسها. لكن السلحفات أمسكت برأس الأفعى بين فكيها ورفضت إفلاته. تعرض الأسد للخيانة لكنه أثبت أنه الملك. Yeah.
القرد مصدوم من سرعة رد فعل القط. يفتقر هذا الفهد الصغير للخبرة في اختيار فريسته. كل ما حصل عليه في النهاية هو بعض الأشواك المؤلمة. لن يرغب الكلب بتلقي لكمة من عند الكنغر. الحروب الأهلية تحدث في عالم القرود أيضاً، وهي شائعة في تايلاند، حيث تتنافس القرود للسيطرة على مناطق أكبر. لا تتسع الطريق لكل هذه الحيوانات الضخمة، على أحدهم إفساح المجال أمام الآخر. لا يسمح هذا القط بتواجد أكثر من كلب واحد في منطقته. وهذا الحصان يرفض استقبال الضيوف. الأبقار فضولية والديك لا يحب المتطفلين. ندم الكلب على إغضاب الدب الضخم. جوش. Oh my God. تلك النطحة يمكنها تحطيم لوح خشبي بسمك 5 سنتيمترات. وهذا الديك مستعد لافتعال المشاكل حتى مع نفسه. Hey, little buddy.
أغضبت اللبؤة الفهد، نأمل أن تتمكن من الهروب. اعتقدت الكلاب البرية أن الفيل الصغير سيكون فريسة سهلة. Oh my god, guys. يمكن أن يصل وزن الأيل إلى 800 كيلوغرام، أما قرناه فيمتدان إلى مترين كاملين، وحين يتصارع أيلان بالغان فإن أصوات تصادم قرنيهما يمكن سماعها على بعد كيلومتر كامل. تتمتع القطط برد فعل سريع، لكن ذيل السحلية كان أسرع. وهنا يثبت فرس النهر أن الشجاعة أهم من الكثرة. حين يمتلك القط جينات فهد فيمكنه أن يفكر في اصطياد فريسة تفوقه حجما عشرات المرات. الثعابين لا تخيف هذا الأرنب الشجاع، حتى الثعبان مندهش من شجاعته. تلك القفزة أنقذت حياة الأرنب. إنه نزال ملاكمة من فئة الوزن الثقيل، ولا يوجد حكم، من يهرب هو الخاسر. لا نعرف سبب الخلاف بين هذين الدبين، لكن من الجيد أنهما قررا تهدئة الوضع بدل خوض معركة قاتلة.
I got it. Dude, yes. That is so cool. يتلعب حوت الأوركا بفريسته قبل التهامها. أحيانا تتصارع الدببة فقط لتجنب الشعور بالملل. اعتقد القرد أن بمقدوره العبث مع القطط، لكنه كان مخطئاً. لم يتردد القط الأسود في مواجهة قطين دفعة واحدة دفاعاً عن منطقته. حتى التمساح لا يخيف هذا القط الشجاع. الشائع أن القطط تخشى الكلاب، لكن هذا لا ينطبق على هذا القط الشجاع. أحدهم قام بتثبيت كاميرا على عنق القط لمواجهة صراعاته اليومية. لن تصمد لفعة طويلا أمام تلك الضربات السريعة. هنا لدينا قرد آخر يتعلم أن الاقتراب من القطط ليس فكرة جيدة.
بدا الدب قويا وشجاعا إلى أن ظهر القط. ليس مستعدا لمشاركة طعامه مع الثعالب. هنا قرر القط التنازل قليلا والسماح للراكون بتناول الطعام. لم يرغب الكنغر بخوض تلك المواجهة. أظهر القط شجاعة لا مثيل لها في مواجهة مجموعة من الكلاب. القط الأسود ماهر في توجيه اللكمات السريعة. سمع القط بأن لديه 7 أرواح وهو مستعد للتنازل عن واحدة منها في مواجهة الصقر. يبدو أن القط لا يريد اللعب. نظرات القط المرعبة أجبرت الثعلب على الانسحاب. كان بمقدوره التهام الطائر لكنه غير رأيه. مغادرة المكان هو الخيار الأفضل للأفعى. ليس مسموحا للدببة بالتجول هنا. خسر العجل بالضربة القاضية. واثقون أن الكلب يرغب بمغادرة هذا المكان فورا. Рыжий. Гель, угомонись. Рыжий.
قرر القط الدفاع عن صديقه الكلب. هنا ذكرت. مستوى الثبات الانفعالي لدى هذا القط لا يصدق. سيعاني الكلب من رهاب القطط بعد هذا الموقف. بضع ضربات خاطفة أجبرت الخصم على الانسحاب. إذا كان لديك قط في المنزل فمن الأفضل إبعاده عن المرايا. أمر قطه بمهاجمة الكلب، والقط لم يتردد في ذلك. حاول الثعلب إزعاج القط وندم على ذلك. وجد الراكون نفسه محاصرا عند الزاوية. وهنا اضطر الكلب للهروب مسرعا بسبب القط الغاضب. يرغب القط بخوض معركة ضد نفسه. عدنا مجددا لصراع القطط مع الأفاعي، ودائما تتفوق القطط. Leo, run. Run, Leo, they're gonna eat you. They're gonna him. They're not gonna bite him, they're scared of him, look. Leo, be careful. I'm a bit worried, Justin. خسر القط في الجولة ضد الخراف لكنه سيعود للانتقام. لن يعود الثعلب لهذا المكان مرة أخرى.
Seriously, Chelsea. Unbelievable. أراد القط إخافة السنجاب قليلاً، لكنه سمح له بتناول الطعام. رغم أنها حشرة جميلة، إلا أنها لم تنل إعجاب القط. هذا كل ما لدينا لليوم، نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟